أهلا ومرحبا بكم مع أخبار الرياضة. أدان الديوان الملكي الهاشمي محاولات بعض وسائل الإعلام والصحافة وممثليها وأيضا ناطقين إعلاميين لبعض المرشحين لانتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم الترويج لمعلومات كاذبة جملة وتفصيلة عن حملات سمو الأمير علي بن الحسين للترشح للفيفا. واستهجن الديوان الملكي العمل الادعاءات الباطلة حول مدير حملة صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين بأنه يحمل الجنسية الإسرائيلية، وذلك في محاولة منها للتأثير سلبا وبطرق غير مشروعة على حملة سموه حول مختلف المستويات، وهو ما يتنافى مع القواعد المهنية والأخلاقية والموضوعية في العمل الإعلامي والصحفي. ويدعو الديوان الملكي مختلف وسائل الإعلام والصحافة إلى تحري الدقة والشفافية في التعامل مع المعلومات الواردة لها، خصوصا من مصادر تسعى إلى الإساءة والتشهير. خاض منتخب الواعدين لكرة القدم مباراة ودية مع أكاديمية الفرسان تحت شعار دعم ترشح سمو الأمير علي بن الحسين لانتخابات الفيفا في 26 من الشهر الحالي، وذلك مع اقتراب هذا الموعد لهذه الانتخابات. هذا اللقاء وقبل هذا اللقاء أقامت الأكاديمية مهرجان بهذه المناسبة برفع صور سمو الأمير والشعارات التي أعلنها سموه خلال الحملة من أجل إصلاح الكرة العالمية. وتمكن منتخب الواعدين من تحقيق الفوز في اللقاء بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة شهدت ندية بين الطرفين، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم أكاديمية الفرسان بهدفين دون رد قبل أن يعوض المنتخب النتيجة ويتمكن من تحقيق الفوز. حقق المنتخب الياباني الفوز الثالث له على التوالي في بطولة آسيا للخماسيات، وجاءت هذه المرة على المنتخب الأسترالي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ليتأهل للدور الثاني من هذه البطولة برصيد 9 نقاط، وبصحبة المنتخب الأسترالي صاحب المركز الثاني في هذه المجموعة من هذه البطولة التي تقام في أوزبكستان. وبهذا الفوز تصدرت اليابان ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات مقابل 6 نقاط لأستراليا، ليتأهلان إلى الدور ربع النهائي، حيث سيلتقي المنتخب الياباني مع فيتنام وأستراليا مع منتخب تايلاند. يستقبل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي منافسه تشيلسي الإنجليزي، وذلك في افتتاح مباريات دور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. هذا اللقاء ولقاء الآخر التفاصيل لهما في التقرير التالي. تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد حين تنطلق هذه الليلة أولى لقاءات دور 16، حيث يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره تشيلسي الإنجليزي، فيما يحل زينت سان بطرسبورغ الروسي ضيفا ثقيلا على بنفيكا البرتغالي. ملعب حديقة الأمراء سيكون شاهدا على قمة قوية تجمع بين الباريسي المتفوق محليا وضيفه الإنجليزي الذي يواجه مصاعب منذ إقالة مدربه جوزيه مورينيو. كتيبة لوران بلان ستعتمد على قوة وخبرة إبراهيموفيتش والأداء المميز لكافاني وديماريا في ضرب دفاعات تشيلسي، في حين يستعد سيلفا ولوبيز للوقوف في وجه الهجمات الزرقاء. من جهته يعتبر دوري الأبطال المخرج الأخير للبلوز، حيث يعيش الفريق اللندني أوضاعا صعبة كونه يحتل المركز 12 في سلم ترتيب البريمير ليج، ويعلق هيدينك أماله على تألق كورتا في الدفاع عن مرماه للخروج بنتيجة إيجابية قبيل لقاء الإياب في ستامفورد بريدج. مواجهة أخرى متكافئة يحتضنها ملعب دي لويز ببنفيكا تجمع بين أصحاب الأرض وضيفهما المميز زينت سان بطرسبورغ. روي فيتوريا المدير الفني للفريق المحلي ينتظر تألق الحارس البرازيلي جوليو سيزار ومهارة نجم الفريق نيكولاس جايتان والمهاجم الخطير ميتروغلو.
من جانبه سيعتمد زينت على خبرة مدربه البرتغالي فيلاس بواش في مواجهة الفرق البرتغالية، حيث سبق له الإشراف على تدريب فريق بورتو، ويملك الفريق عدة لاعبين نجحوا في الدوري البرتغالي كهالك وغاراي ونجمي خط الوسط داني وإكسل ويستل، وسيكون مصدر خطر كبير على دفاعات بنفيكا. فهل باستطاعة النسور البرتغالية التهام الدب الروسي في ذهاب دور 16 من أمجد البطولات الأوروبية؟ أشارت تقارير إعلامية أن المدرب دييغو سيموني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني ربما سيكون هذا الموسم هو الأخير له مع الفريق، بعد أن ذكرت التقارير الصحفية أن دييغو سيموني أبلغ إدارة أتلتيكو مدريد عن رغبته في الرحيل بعد نهاية هذا الموسم، مما يعطي احتمالات بأن يكون سيموني الذي حقق لقب ليغا في موسم 2014 بالإضافة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مع الروخي بلانكوس قد تلقى عروضا من احد الانديه الكبيره في القاره العجوز. حقق فريق فلوريدا الفوز على ضيفه بيتسبرغ وذلك ضمن مباريات الدوري الأمريكي لهوكي الجليد. هذه المباراة المثيرة بدأ فيها فلوريدا اللقاء حين افتتح التسجيل عبر لاعبه نيك بيو لينتهي الشوط الأول أو الفترة الأولى بتقدم أصحاب الأرض. الفترة الثانية شهدت تسجيل كريس كونتيز هدف التعادل لفريق بيتسبرغ لينتهي الوقت الأصلي بتعادل الفريقين، وفي ضربات الجزاء نجح فلوريدا في حسم اللقاء عبر نجمه يوسي يوكينن الذي وقع على هدف الفوز. You know what, you get a lot of line changes and you wonder. Petrovic for a shot right on and a save by Fleury.